ازيك يا عم؟ ازيك يا تيسير؟ اتفضل. ازيك يا دينا؟ ازيك يا بابا؟ جدو جدو جدو، انت برضه شفت الرجل النبي؟ شفته حبيب جدو. طب لما تشوفه تاني قول له نظام بيحبك قوي قوي قوي. ماشي يا حبيبي، ممكن تسيب لي بابي شويه؟ خده خالص يا جدو. ماشي يا نظام، لما جدو يروح وحياه امك لينا كلام تاني. اتفضل يا عمي. اسمع تيسير، انا عارف ان انت لما بلغت الاعلام النهارده كان قصدك تساعد. طبعا يا عمي، الموضوع كان فعلا اكبر من امكانيات الشرطه، والرجل العنابي كان ممكن يحلها في ثانيه. تمام تمام، ويمكن اللي انت عملته ده ساعد على الحل فعلا، لكن ده للاسف مخالف للقوانين. ارواح الناس والامن الوطني ما فيهوش قوانين، الرحمه فوق العدل. ده مخالف للقوانين، عشان كده الشرنقوطي وقفك عن العمل وحولك للتحقيق. وقفني عن العمل؟ وانت سبته يا عمي؟ معلش يومين ثلاثة وترجع شغل تاني، عموما هو بينسى بسرعة، بس المهم لازم تيجي معايا تقابل الشرنقوطي بيه النهاردة. حاضر حاضر يا عم، بس عايز اطلب من حضرتك طلب. أنا عايز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. ما ينفعش يا تيسير، لأنك مش هتنزل الشغل، وأكيد هياخدوا بالهم وممكن يعرفوا. بابي هو جدو هيبات معانا النهاردة، وعايز جدو يبات معانا. يبات معانا النهاردة؟ طب بقولك إيه يا حبيب بابي؟ ها؟ ما تروح كده تقعد على حجر جدو وتقنعه إنه يبات معانا النهاردة. يلا. اقنعه يا نظام يا حبيبي عشان مش مقتنع. هيفضل سر ولا ايه؟ ايوه هيفضل سر، والنبي هيفضل سر. خلاص يا نظام، جده اقتنع. انت وحشتني قوي 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 يا بطه، انا ما كانش بيجيلي نوم وانا بعيد عنك الفتره اللي فاتت. بس يا بكاش، ده انت ما اتكلمتش معايا الا مره واحده بس، لحقت ازاي؟ في ناس تقابليهم مره واحده بس بيغيروا لك حياتك كلها. بجد يا منام، بتتكلم بجد ولا بتكذب عليا؟ معلش اعذرني، الفترة اللي فاتت كلها كان عندي مشاكل في البيت. ولا يهمك، انت صوتك حلو قوي بجد، وانت كمان صوتك حلو قوي، وبعدين اسمك كمان بيعجبني قوي، كل ما انطقه على شفايفي اقعد اقول منام منام منام، بتبسط قوي. اسمي حلو؟ منام منام منام. تعرف ان انا كان عندي جد اسمه منعم، كنت بحبه قوي، كان كل ما يجي البيت ياخدني على دراعاته ويقعد يشتكني يشتكني يشتكني. فعلا احساس جميل قوي ان الواحد يتهشك، وخصوصا لما اللي يهشكه يبقى شخص بيحبه. مالك يا منعم، ليه صوتك بقى حزين كده؟ ايه ده، عرفت منين اني حزين؟ انا حاسسة تجاه الناس اللي بحبهم. على فكرة انت شخصية حساسة قوي. ميرسي، انا كده حساسة تجاه الناس اللي انا بحبهم، ارجوك ما تغيرش الموضوع. ليه انت صوتك بيتغير لما بتسمع سيرة التهشيك؟ بلاش تدوسي على الجرح اللي فيا يا بطة. فضفض يا منام، لو مش هتتكلم معايا هتتكلم مع مين؟ ما تخافش، سرك في بير. وانا كمان ارتحت لك قوي، بس مش عايز اتكلم في الموضوع ده بالذات. يا منام ارجوك قولي، متضايق ليه من سيرة التهشيك؟ هل وانت صغير كان حد بيهشتكك فرفعك لفوق بدل ما يتلقفك بدراعات وسابك تترزع على الارض نفوخك يتفتح؟ عشان كده كل ما بتيجي سيرة التهشيك اعصابك بتتهز. الموضوع مش كده خالص بطة، انا عايز اقابلك. ليه؟ عايزني اهشتكك؟ عارف يا حضرة الضابط يعني ايه تبلغ وسائل الاعلام إن الكارثة أكبر من إمكانيات الشرطة؟ لأن الكارثة يا فندم كان أفندم. يا فندم إيه؟ جت هنيلة كانت لازم تقعد عليك ساعة ما ولدتك. أنا أرفض يا فندم إن حضرتك تخش في تفاصيل عيلتنا. ورايح كمان تستغيث بالعنابي مش كده؟ يا فندم، مصلحة المواطن وأمنه وسلامته فوق كل اعتبار. أنت هتعلمني بقى مصلحة المواطن وأمنه وسلامته مش كده؟ أنت موقوف يا حظابط. لحد إمتى يا فندم؟ لحد ما أموت. يبقى إن شاء الله الوقف مش هيطول. اخرس يا تيسير. عملت اللي في دماغك يا باشا؟ أنا والله العظيم ما هسكت. قابل بقى.
فاروق بيه ده بيقول لي قابل. أنا سعادتك ما سمعتش قابل مين؟ منهم اتأخرت ليه يا منهم؟ أنا قاعدة مستنياك على نار بقالي 7 دقايق عمالة أبص حواليا شمال ويمين. بص عشان ما تتلخبطش، أول ما تخش من الباب هتلاقيني على الشمال وأنت داخل من ناحية اليمين ولابسة أسود وفي المنتصف في فيونكة يخترقها فص ألماظ. ما تتأخرش. أوكي. ازيك؟ في ايه؟ انت جاي في حته غلط. انا منعم يا بط. انت تايه يا حبيبي؟ انا منعم. منعم؟ منعم مين؟ بتاع النت. نت؟ ايوه. انا ماشي. استني بس، استني ارجوكي. إيه؟ اسمعيني واديني فرصتي. اسمع ايه يا حبيبي؟ روح دور على مامتك جايبه لك بطاطس محمره وعايزاك تلعب في حديقه الاطفال، ايه اللي معادك هنا مع الكبار؟ ارجوك اسمعيني وصدقيني ان انت مش هتندمي خالص. ده انا هندم وهندم، انا اخاف امشي معاك ياخدوني تحري، انت تحت السن القانوني. برضه مصره تتريقي عليا وتسخري مني وتصغريني؟ اصغرك اكتر من كده ايه؟ انت بقيت من دور ولادي. انا خايفه اصغرك تختفي. لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نحكم على الناس بشكلها؟ لحد امتى هنفضل عنصريين؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله ما واحد صغير يحب واحده كبيره، واحد طويل يحب واحده قصيره، واحد كلب يحب واحده قطه، واحده قزمه تحب واحد قزم، ايه المشكله؟ اوباما العبد الاسود بقى بيحكم امريكا يا بطه. انت عندك حق، بس انت فاجئتني، ما اديتنيش فرصه عشان استعد للحظه دي، بس انت غررت بمشاعري وخليتني اتعلق بيك لدرجه ان انا مش قادرة أرفضك. أبداً، أنا ما ضحكتش عليك في أي حاجة، أنا كنت صادق في كل كلمة. افتحي لي قلبك عشان أفتح لك قلبي. أنا مش هفتح، أنا حوارب، وبعدين لما أثق فيك أكتر من كده ممكن أفتح الباب. بس أنت صغير قوي يا منى. طيب طيب يا عم المزعج. مين ده؟ أبلة سلمى. ازيك يا عصفور؟ ايه هتسيبني واقفه على الباب كده؟ لا لا العفو أبلة سلمى. اتفضلي يا أبلة سلمى. اتفضلي 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 يا أبلة سلمى. انت عرفتي عنواني منين؟ جبته من كريك. معلش بقى البيت ديزاينه قديم. ولا يهمك يا عصفور، انا جبت لك معايا اكل عشان يبقى عيش وملح. انا عارفه ان انت زعلان مني من ساعه اخر مره، بس والله لو تعرف انا مضغوطه ازاي في الشغل. انت عارف ان صريح بيه طردني امبارح من القناه. طردك ازاي بس يا أبلة سلمى؟ انا لسه شايف الحلقه امبارح، كنت انت اللي بتقدميها عادي. ما هو ما كانش لسه يعرف ان الراجل العنابي بيشتم فيه، بس اول ما قلت له رفضني. لا حول ولا قوه الا بالله، مفتري قوي صريح الفيل ده. والله مفتري، انا خلاص مستقبلي ضاع. ده انا بجري على كوم لحم اخواتي وامي المشلوله. مشلوله ازاي بس يا أبلة سلمى؟ ما انا كنت لسه عندكم في البيت وكانت